السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مينو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم طريقه عمل جراب الفون. جراب الفون ده نقدر نعمله باي خيوط متاحه عندك، يعني مش من خيط معين نقدر نعمله، وكمان تقدري تعمليه بكل سهوله لو انت مبتدئه، لانه عباره عن غرز حشو بس، وكمان غرزه البليسيه. طبعا انا شرحت لكم غرزه الحشو وغرزه البليسيه بالتفصيل، هسيب لكم لينكات الشرح في الوصف اسفل الفيديو. وما تنسوش مش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقه عمل جراب الموبايل ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقه عمل جراب الفون او الموبايل. تمام. بالنسبه بقى للادوات اللي هستخدمها، انا هستخدم لونين من خيط الصوف، وهستخدم زرار وعلامة غرز وإبرة مقاس 3.5 ملليمتر. تمام. وهستخدم مقص، وده جراب الفون اللي أنا هستخدمه. هعمل الجراب دوت. أنا جبته بتاع الفون ليه؟ علشان خاطر أعمل المقاس عليه. طيب مبدئين كده أنا هبدأ باللون الغامق اللي هو اللون الكحلي دوت. هنبدأ إزاي؟ انت تقدري تعمليه لاي مقاس فون من خلال ايه، ان احنا بنبدا عدد غرز من السلاسل. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8. احنا بنبدا مش غرز معينه، بنبدا عدد غرز سلاسل بتبقى بالمقاس دوت كده. تمام. بنقيس كده على المقاس، وبعد كده بنشتغل بشكل بيضاوي. كده كل ما بعمل عدد غرز من السلاسل بقيس كده على الفون او على جراب الفون. تمام. كده المقاس مظبوط جدا. طيب انا هعمل ايه؟ هشتغل من غرز الحشو. فبرتفع بعد المقاس، برتفع غرزة سلسلة، بسيب غرزة السلسلة اللي ارتفعتها، بدخل في الغرزة اللي بعدها بعمل غرزة حشو، اشتغل فوق. كل غرزة عندي غرزة حشو لحد ما بوصل لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، وفي اخر غرزة هدخل فيها واعمل غرزة حشو. وهنا هعمل تزايد، هشتغل فيها 4 غرزة حشو. ادي اول غرزة، 2 3 4. تمام. اشتغلت كده 4 غرزة حشو. هاجي هنا بعد كده، القطعة اتلفت عندي بشكل دائري كده. تمام. فبعد كده هشتغل عادي فوق كل غرزة حشو عندي كده بشكل تلقائي، فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بوصل لأول غرزة اشتغلتها كده. وصلت كده لآخر السطر، هشتغل 4 غرزة حشو. ادي اول غرزة اشتغلتها، بعد كده 2 3 4. تمام. وبدخل في اول غرزة وبقفل بمنزلقة كده بالشكل ده. تمام. طيب انا محتاجة بعد كده اعمل ايه؟ اهو بعد ما قفلت بمنزلقة، محتاجة اقيس المقاس هنا كده بالظبط، السمك دوت كفاية ولا لأ. فانا بعمل كده، بلاقيه كده كفاية، فمش محتاجة ان انا تزايد تاني. طيب هعمل ايه؟ انا محتاجة ان انا اشتغل في وش الغرزة مش ظهر الغرزة. تمام. فبعمل ايه؟ برتفع بغرزة سلسلة وبشتغل غرزة حشو عميقة. غرزة الحشو عميقة ازاي؟ انا شرحتها لكم قبل كده بالتفصيل، هسيب لكم لينكها في الوصفة اسفل الفيديو. بدخل جوه الغرزة نفسها وبعمل غرزة حشو. تمام. واللي بعدها كمان جواها كده وبعمل غرزة حشو جوه الغرزة نفسها كده. هو ممكن تكون اللون مش مبين الغرزة قوي، بس اهي ادي كده الغرزة نفسها كده، بدخل فيها وبعمل غرزة حشو. اشتغل كده بشكل تلقائي فوق كل غرزة غرزة حشو تقابلني، مش هتزايد تاني، التزايد كان في اول سطر بس. تمام. اهو بما اننا احنا شغالين من غرزة الحشو، فممكن احنا وماشيين نتلخبط، ما نقدرش نوضح اول غرزة، فبنعلم مع بعض اول غرزة اشتغلناها. تمام. وبشتغل عادي جدا فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بوصل ل
التزايد اللي هنا، في التزايد اللي هنا هشتغل عادي فوق كل غرزة غرزة حشو عادية جدا. تمام خلاص انا مش هتزايد تاني، التزايد كان في اول سطر بس، فبشتغل كده لنهاية السطر، وبعد كده هوضح لكم هنكمل باقي الجراب ازاي وهنعمل قد ايه بالظبط اسطر تاني. وصلت كده لنهاية السطر لحد ما وصلت لعلامة الغرز، هعمل بعد كده ايه، هشيل العلامة وهرتفع غرزة سلسلة بسم الله كده بالشكل ده، وهشتغل عادي جدا فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بوصل لنهاية السطر. القطعة لما بشتغل كده القطعة بتبدأ عندي تعمل ايه، بتبدأ تدينا الشكل الجراب كده. تمام كل ما برتفع بالاسطر بتبدأ تدينا الشكل. تمام اهو ادي المقاس، ولما برتفع ده كده بيبقى الجنب وده كده بيبقى الجنب، فانا هشتغل كمان تلات اسطر بنفس الطريقة فوق كل غرزة غرزة حشو عميقة. تمام حابين انت تعملوها بغرزة الحشو العادية اوكي مفيش مشكلة. تمام لحد ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. تمام هرتفع كمان تلات اسطر بنفس الطريقة وهوضح لكم الشكل بقى عندي ازاي. انا حابة ان انا ارتفع ليه بتلات اسطر علشان اوضح لكم الشكل بدأ يلم ويديني شكل الجراب ازاي. اشتغلت كده تلات اسطر زي ما وضحت لكم من غرزة الحشو، وبدأ كده شكل الجراب يتشكل معايا. لو جبنا كده ولنفترض ان ده فون كده بدأ يتشكل معايا. طيب انا بشتغل غرز حشو فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما برتفع للجزء ده، وهاجي هغير اللون. تمام يعني قبل ما بنرتفع بحوالي 3-4 سنتي كده، او يعني جزء يعني على حسب ما انتي طول الفون بتاعك قد ايه بالظبط وبتحدديه ازاي. تمام فبيبقى على حسب ما انتي عاملاه. تمام فانا هرتفع كده لحد ما بوصل لتلات ارباع الفون نفسه، وباقي الفون هعمله بلون جديد وبغرزة مختلفة كده. هرتفع بغرزة سلسلة وهشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بوصل لنهاية السطر، وبعد كده بشتفع برضو من غرز الحشو لحد ما بوصل للطول زي ما وضحت لكم ازاي. ارتفعت كده بالاسطر ولحد ما وصلت زي ما وضحت لكم باقي ربع الفون كده هنشتغله بلون جديد وبخيط بلون مختلف وكمان بغرزة مختلفة. هجيب اللون الابيض وهشتغل، هنعمل زي غرزة البليسيه بس هي غرزة البليسيه بس مش هنعمل الاول هنقفل بمنزلقة باللون الجديد بالشكل ده اهو، بسحب كده وبقفل كده بمنزلقة بالشكل ده. تمام بشد الخيطين مع بعض وبرتفع باتنين سلسلة، واحد اتنين. الاول هقص الخيط ده لاني خلاص مش هشتغل بيه تاني. هرتفع هشتغل فوق كل غرزة عندي غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر بالشكل ده. دي غرزة عمود بلفة، واللي بعدها واللي بعدها لحد ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. وصلت كده لنهاية السطر، هعمل ايه بعد كده؟ هرتفع باتنين سلسلة، ولا مش هنرتفع باتنين سلسلة، هنشتغل غرزة بريد امامي. باخد لفة وبدفع العمود اللي عندي وبعمل غرزة بريد امامي كده بالشكل ده. اول غرزة هعملها غرزة بريد امامي، واللي بعدها كمان بريد امامي. انا هعمل اتنين بريد امامي واتنين بريد خلفي في السطر، ادي كده بعدها بريد امامي. الاتنين اللي بعد كده فوق كل غرزة غرزة بريد خلفي اهو، دي واحدة واللي بعدها بريد خلفي كده بالشكل ده.
واللي بعدها بريد امامي، بريد الامامي كده، واللي بعدها بريد امامي. تمام، بمشي كده بنفس الطريقة، اتنين بريد امامي اتنين بريد خلفي، اتنين بريد امامي اتنين بريد خلفي، لحد ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. هكمل بنفس الطريقة، دي بريد خلفي، اللي بعدها كمان تبقى بريد خلفي. وصلت كده لنهاية السطر، وكانت اخر غرزة عندي غرزة بريد خلفي، لان اللي قبلها كانوا اتنين بريد امامي. تمام، هعمل ايه بعد كده؟ هرتفع بغرزة سلسلة وهدخل في اول غرزة هعمل بريد امامي، لاني اول غرزة بتقابلني بريد امامي، واللي بعدها بريد امامي. هشتغل فوق كل غرزة غرزة بريد امامي، وكل غرزة بريد خلفي بريد خلفي. الشكل ده بريد خلفي، بريد امامي، امامي كده، خلفي، وبعده بريد خلفي، واللي بعده امامي، وهكذا لنهاية السطر. هكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر، وهرتفع كمان سطر فوق كل غرزة بريد امامي بريد امامي، فوق كل غرزة بريد خلفي بريد خلفي. ارتفعت كده بالاسطر لحد ما وصلت زي ما وضحت لكم. تمام، هشتغل بعد كده سطرين من غرزة الحشو. ارتفعت بغرزة سلسلة، وفي اول غرزة بدخل فيها بعمل غرزة حشو، واللي بعدها حشو كده بنفس الطريقة لنهاية السطر، وكمان سطر من غرزة الحشو. وبعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ نعمل الماسك بتاع الزرار، ونثبت الزرار مع بعض كده بنفس الطريقة، فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بوصل لنهاية السطر. انا كده وصلت للطول، ارتفعت بغرزتين حشو، سطرين من غرزة الحشو. تمام، هنبدأ دلوقتي مع بعض نحدد منطقة الزرار. تمام، فلما باجي احددها بدخل في ظهرها، في ظهر الجراب نفسه. تمام، ظهره اهو، باجي من ظهر الجراب بدخل هنا كده في الغرزة دي، وهبتدي اعمل غرز سلاسل باللون ده كده. بثبت كده الاول بغرزة، وهبتدي ارتفع بغرز سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر كده. بنشوف بنطبقهم كده بالشكل ده، وبنشوف الفتحة هتاجي كده، بنحتاج ان احنا نعمل تاني سلاسل تاني. تمام، بنطبقها بالنص وكده، فتحة الزرار كده هتاجي، لاني اهو الزرار هيبقى هنا في النص كده بالشكل ده. تمام، وهتاجي بالظبط. تمام، فبعمل ايه بعد ما برتفع بالسلاسل؟ في الغرزة اللي جنبها بدخل فيها وهعمل منزلقة، هسحب كده بالشكل ده وبقفل بمنزلقة. تمام، وبعمل غرزة سلسلة عشان أأمن القطعة بتاعتي، وبشد الخيط. طبعا أي خيوط زايدة بننظفها بإبرة التنظيف. تمام، هبتدي دلوقتي أعمل إيه؟ أهو أدي شكل الجراب. هنبتدي نعمل الزرار، بنثبته بالخيط والإبرة العاديين، تثبيتة العادية جدا. الشكل ده انا كده ثبتت الزرار، والشكل النهائي للجراب اهو كده بقى معايا بالشكل ده. طريقته سهلة وبسيطة جدا جدا، تقدري تعمليه لو انت مبتدئة، وكمان بأي لون تحبيه وتختاريه. وبكده بقى انتهيت من طريقة عمل جراب الموبايل. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل جراب الموبايل بتريسة لو بسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدري تسيبي كومنت اسفل الفيديو، او على صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي اللينك موجود في الوصف اسفل الفيديو. وما تنسوش تشتركوا معي في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتشجعوني بلايك وشير وعجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر.
وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. هسيب لكم اللينكات في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جاي. لا اله الا الله.